بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من علامة الساعة كثرة الزلازل والبراكين والعواصف الرعدية والصواعق من السماء والحرائق والزلازل، بل الحاصب الذي ينزله الله من السماء، فقد رأينا البرد ينزل من السماء كالأحجار، ما كنا نشاهد هذا. فتكثر مثل هذه الآيات التي يتجلى الله من خلالها لكي يقول للمخلوقات هو موجود، يخوفكم بالآيات لعلكم تعودون، لعلكم ترجعون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، سورة الإسراء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. تحدثنا عن حريق الذي شب في الجزائر، والحريق الذي الآن يلتهم مساحات خضراء في العالم كله، في أوروبا، في أمريكا، في كندا. كندا لحد الآن عجزوا عن إطفائها، فسبحان القوي المتجلي للعلمانيين والذين أرادوا أن يشيعوا الإلحاد في الكرة الأرضية أن للكون رب، فهل يستطيعون مع كل الإمكانيات التي عندهم أن يوقفوا النيران؟ ما أعجزك يا ابن آدم، ما أعجزك يا ابن آدم؟ ولذلك فهذه الآيات حينما يسلط الله على الخلق فهي إما أن تكون عقابا للمجرمين الذين لا يريدون عياذا بالله أن يعترفوا لله بالربوبية والألوهية والحكيمية ويصرون على نشر الإلحاد، فلما آسفونا انتقمنا منهم. هذا الصنف الأول. والصنف الثاني هو الذي يبتليه الله تعالى لكي يعود إلى ربه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأما الثالث هو بالنسبة لنا نحن، أي أن نتعظ بالآخرين، أن نعرف أن الذي يصيب الآخرين نحن لسنا في منأى عن ذلك، فكلما يصيب الآخرين قد يصيبك أنت، فمن الذي جعلك أنت في منأى عن ذلك؟ إنه لطف الله، فالسعيد من اتعظ بغيره. هذه مقدمة فقط أردت أن أتحدث عنها، لأنني حينما تكلمت عن حرائق الجزائر وجدت هنالك من يعطي إن شاء الله تبارك وتعالى بعض التوجيهات ويقول لماذا حينما احترقت تفغالت وغاباتها في المغرب لم تتكلم. والله يا أخي كنت مسافرا ولم أستطع بإذن الله لمدة 10 أيام أن أقوم بتسجيل فيديو، لأنني كنت في أمور تشغلني عن هذا. ولذلك فإنني أقول بالنسبة لما وقع في المغرب وفي تفغالت بلدي وأرضي، أقول أسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله الذي لم تكن هنالك بإذن الله أضرار بشرية، كانت هنالك أضرار مادية، والحمد لله الذي يوجد في بلدنا من الوسائل التي تستعملها الحكومة من أجل التسريع بمسألة الإطفاء، فكان هذا لابد من بيانه. أما أن يقال بأنني أتحدث بنبرة الحزين عما يقع في بلدان أخرى وأترك بلدي، لا والله، إنني مسلم من هذا البلد، أحب هذا البلد، فكيف يجرؤ بعض الناس على أن يتحدثوا بهذه اللغة؟ ولذلك أقول بإذن الله تعالى أيما بلاء ينزل بالمسلمين فإني أسأل الله أن يرفعه، وأن لا يبتلي أحد من أمة رسولي، وأن يحفظ هذه الأمة، وأن يجمع شملها، وأن يوحد صفها في نفس الاتجاه هنالك هذا الذي شاهدناه في أفغانستان. أمريكا على المستوى الرسمي قامت قيامتها لم تقعد حينما احتجت على وضع النساء في أفغانستان. وفي أي موضوع؟ في موضوع التجميل، فإنها كادت أن تنزع جلدها غضبا من أجل بنت أو امرأة في أفغانستان لم تسمح لها الحكومة حينما أصدرت قرارا لإغلاق ما يسمى بصالونات التجميل. انظر إلى رحمة أمريكا،
يعني أشفقت من حال امرأة في أفغانستان، لم تشفق من حال تلك التي تعيش في الجبل بلا ماء وبلا مأوى ولا مستشفى. ولكن كل ما يهمهم من المرأة المسلمة ومن مرأة عائشة تعيش في بلاد المسلمين هو مشكلة إذا حرمت من قضية تغليظ الشفاه وتحمير الشفاه وتبليط الأظافر وتنميص الحواجب وتكبير الأشفار. هذا هو الذي هم في المرأة يزينونها هكذا حتى بالطرق الغير شرعية. أما الآن حينما أصيبت أفغانستان بهذا الطوفان وهذه السيول الجارفة التي رأيناها، أين رحمتهم بالنساء؟ المرأة المسكينة لا تجد الطريق التي تسلكه من أجل الحصول على أدنى مستويات العيش. رأينا كيف المسلمون في أفغانستان يحملون الموتى على رقابهم وهم يخوضون في غمار المياه. رأينا المساكن التي بنيت بطريقة بدائية بالحجارة والطين كيف سقطت على السكان وأجبرتهم على مغادرتها. رأينا كيف يعانون إخواننا في أفغانستان، فأين رحمة أولئك بالمرأة هات التي فقدت الزوج وفقدت الولد ولم يعد لها معيل ولا مصدر إعاشة في زمن وضيق على أفغانستان وحرمت من حقها في أرصدتها الموجودة في البنوك هناك في الغرب؟ أين رحمتهم بذلك؟ كل هذه شعارات ترفع. أنا أعوذ بالله من قلت أنا أتحدث عن معاناة المسلمين، ثم ثانيا أين الإعلام العربي؟ الكل صامت. أين الإعلام الذي يترجم معاناة المسلمين حتى يقذف في نفوس المسلمين مسألة الدفع نحو التكافل ومعرفة ما يعانيه المسلمون من أوضاع خاصة بسبب الجوائح التي كثرت في آخر الزمان؟ إعلام صامت، لأن القضية قضية مسلم. تخيل معي كيف تعامل الناس مع المهجرين من أبناء المسلمين من سوريا والعراق في الحدود حينما لا يجدون ملجأ، وانظر إلى أولئك الذين نزحوا من أوكرانيا كيف تسابقوا على استقبالهم وعبروا بوضوح لا لبس فيه. لا يمكن أن نعاملكم كما نعامل اللاجئين الذين يأتون من الشرق الأوسط، لأن عيونكم ليس كعيونهم وشعركم ليس كشعرهم. هكذا وينطق بها مسؤولون سياسيون، هم يدافعون عن أبنائهم وأبناء جلدتهم ومعتنقي دينهم والذين يشاركونهم في منهجية العيش. إحنا وين ربخوتنا؟ حتى الإعلام، أين الإعلام الذي يتكلم عن ذلك؟ أين هذا الإعلام؟ بعد ذلك أين هؤلاء الدول المسلمة التي اجتمعت فيما يسمى، حتى هذا الاسم لم أعد أذكره، أذكر جامعة الدول العربية، لكن هذه بإذن الله تبارك وتعالى لم تفعل شيئا للأمة في تاريخها، لم تحل أي مشكلة اعترضت الأمة، لم تحاول الصلح بين بلاد المسلمين التي لا حد الآن هنالك أماكن توترات مشكلة كبيرة. أين هؤلاء المسلمين في منظمتهم، منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أليس هؤلاء مسلمين؟ ثم أين هؤلاء الذين إن شاء الله يسمون بصناع ما يسمى المحتوى؟ إذا كان الإعلام عندنا لا يتحدث عن هذا لأنه إنما يعمل وفق أجندات غير الأجندات التي تهم آمالنا وآلامنا، فأين هؤلاء صنع المحتوى؟ لماذا يمثلون ما يسمى بالإعلام البديل لينشروا حقائق ما يعاني إخواننا في أفغانستان؟ هذا الشعب الطيب والمبارك
الأبي الحر. وبهذه المناسبة أقول لكم الله يا أهل أفغانستان، فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وإن الله يبتلي العبد على قدر محبته. ولقد رأينا صبركم، ورأينا اصطباركم، ورأينا مصابرتكم، ورأينا تقواكم، ورأينا كيف أن الله نصركم على قلتكم وعلى قلة عدتكم وعددكم. فكان لابد من أن يكون الابتلاء على قدر الإيمان. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وهكذا. ثانيا، نعزيكم في كل هؤلاء الذين ارتقوا إلى الله شهداء بسبب ضحايا الفيضانات. نسأل الله تعالى الشفاء للجرحى، نسأل الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. نسأل الله أن يرفع عنكم الهم ويكشف عنكم الغم، ويجمع شملكم ويوحدكم ويقوي صفوفكم، وأن يكرمكم. والله ناصر دينه وناصر أحبابه. وإنما هي أيام، والله تعالى سبحانه عز وجل من خلال الأيام يصرف تصاريفه ليخرج من الإنسان المؤمن أحب ما فيه، وهو صدق التوكل عليه ومحبته والاعتماد عليه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.